بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة هنشوف ازاي ان احنا نقدر ننظف المانيفولد الخاص بالعربية اللانوس. يمكن طريقة تنظيف المانيفولد دي كان تم ذكرها في موضوع كان على منتدى ناين موتورز، وتفاصيل التفاصيل الموضوع هتكون موجودة تحت الفيديو، يعني اللي يحب يرجع ليها. اول خطوة بنعملها ان احنا بنفك الفيوز الخاص بترومبة البنزين، اللي هو الفيوز ده نركبه. بعد كده بنيجي على البوبينة بتاعت العربية وبنفك الفيشة بتاعتها من هنا كده. اللسان ده بيتشد لورا كده والفيشة بتتسحب كده. بعد كده بقى بنبتدي عملية فك. أول حاجة إن احنا هنفك الجزء ده الخاص بالبوابة بتاعت الهواء والايدل فالف طبعا والفيش بتاعته. الجزء ده تنظيفه وفكه وكل حاجه في فيديو تاني موجود على الشانل عندي، برضو في شرح الموضوع ده بالتفصيل. فانا عشان كده اختصارا للوقت مش حابب ان انا اعيد شرح موضوع وعمليه تنظيفه وفكه والكلام ده، فبالتالي هحط لك لينك للفيديو بحيث ان انت تقدر ترجع للفيديو التاني عشان تعرف تفاصيل تنظيف الجزء ده. يمكن بس في جزء تاني هيكون خاص بفك الخراطيم بتاعته، لان هنحتاج ان احنا نبعد الجزء ده كله، وطبعا شامل عملية بقى فك خرطوم الهواء والجزء اللي هو علبة الهواء اللي هي العمة يعني وكده. فالفيديو التاني ده فيه التفاصيل دي كلها. انصحك ان انت تلقي عليه نظرة لانه برضو لا يقل اهمية عن اللي احنا هنعمله ده. احنا دلوقتي فكينا ده اللي هو البوابة، يعني في عندنا عشان نقدر نوصل للمانيفولد جوه هنا في خرطومين، دول خرطومين بتوع يعني ميه بتمشي جوه البوابه، فدول محتاجين ان احنا نفكهم. نيجي نبص بس تحت البوابه الاول كده، شايف الخرطومين اللي تحت دول؟ هو ده وده، الاثنين دول ده وده، دول هنفكهم، دول هنحتاج ان احنا نفكهم الاثنين دول. نبتدي الاول نفك الافيز ده. خد بالك ان الميه لازم تكون بارده وتكون قافل غطا القربة برضو عشان ايه تقلل من عملية التسريب. اول نحرك الافيس ده لورا كده. دلوقتي احنا فكينا الخرطومين دول، ادي واحد تمام، هو بيتشد يعني هو بيركب عادي كده وبيتفك بيتشد بيطلع على طول تمام. الخرطوم التاني اللي هو ده بقى، فحاول ان انت تكون حريص وانت بتفكه تمام. اهو فكنا بحرص كده تمام. الخرطوم التاني مش محتاجين ان احنا نفكه او حاجه، خليه زي ما هو. الجوان ده حاول ان احنا بالراحه كده بنشيله. دلوقتي بقى قدامنا اهو المانيفولد، هنبتدي ننضف من هنا. من جوه عامل ازاي؟ شايفين طبعا يعني الوساخه اللي جوه دي، طبعا كل ده هننضفه. عشان نقوم بعملية التنظيف انا بفضل دايما نستخدم المنتج ده اللي هو سايكلو. الميزة في المنتج ده ان هو سيف فور اكسجين سنسور، فبالتالي اي تنظيف هيتم مش هيأثر بالسلب على الاكسجين سنسور. في الغالب عملية التنظيف دي بتحتاج عبوة كاملة، العبوة دي 354 جرام، فيعني اعتقد ان هي كافية جدا. اتأكد ان انت السبراير ده راكب كويس جدا هنا. وفي ملحوظة برضه عايز اقولك عليها لما هنبتدي هنا. بالنسبة بقى لما نبتدي عملية التنظيف، احنا المفروض ان احنا هنبخ بقى جوه هنا في المنطقة دي كلها. هتحاول ان انت تمسك السبراير ده وتبخ يعني بالشكل ده، هتحاول ان انت توزع جوه وبره وهنا وهنا، وهننظف برضه المدخلين دول ومداخل تانية في البوابة برضو اللي هي مداخل الفاكيوم دي، هوريها لك دلوقتي. ده حاجة عشان كمان الاسبرير ده وانت بتبخه ممكن يفصل من هنا ويقع جوه، فلو وقع جوه طبعا هتبقى مشكلة، هتحتاج لازم بقى تفك بقى المانيفولد ده كله، قصة وتغير جوان وموضوع كبير يعني. فده برضو ملحوظة. هنمسك كده ونحاول ان احنا نوجه بقى
كمل كده. هنا كمان كمل عملية التنظيف برضو. طبعا انت ما بتدخلش اي حاجة جوه، ما بتنظفش باي حاجة جوه. في ناس بتجيب فرشة بلاستيك كده وتفضل تنظف الكلام ده، لأ ما تعملش كده. يعني ممكن في شعر منها يقع جوه يعمل لك بلاوي، فتجنب الموضوع. هو ده كده وخلاص. بتفضل تنظف وتبص بقى بعينك تشوف كده جوه الدنيا ايه. شايف الدنيا يعني؟ لا، في اماكن اهي. طبعا انت لازم تبص بعينك تشوف الدنيا نضفت ولا لسه، تمام؟ اي اماكن تحس ان هي لسه ما نضفتش ترجع تكمل تاني. احنا كده اهو نضفنا المكان ده هنا كده. الكرتونين دول برضه ممكن نرش فيهم هنا كده، نتأكد ان هما سالكين برضه. الخطوة اللي بعد كده هنبتدي نفك البوجيهات، على اساس ان احنا دلوقتي رشينا حاجات نزلت المفروض ان هي جوه المانيفولد وهتخش جوه في المكان ده. محتاجين ان احنا نفك البوجيهات، تمام؟ ونخليها فوق كده. فكهم بقى البوجيهات حسب البوجيهات بتاعتك. نفك البوجيهات واحد واحد بقى كده. البوجيه التاني نمشي معاهم بقى واحد واحد، نفكهم واحد واحد بقى. بس كده اخر بوجيه اهو اتفك. فتحات البوجيهات اهي كلها مفتوحة، تمام؟ هنحتاج نفرش حاجة هنا علشان الرذاذ اللي هيطلع المفروض من اللي احنا رشيناه ده. وبعد كده بندور العربية عشان نطرد الحاجات البواقي، أي بواقي موجودة من اللي احنا رشيناه. شغلنا لحد ما نلاقي ان مفيش حاجه تانية بتطلع. انت هتشوفها من تحت، من ناحيه الازاز كده في فتحه اللي هي تحت الكميه الوسخ اللي كانت هنا نزل جوه. دورنا زقنا بالبساتم طردنا الكلام ده كله بره على اساس انه ما ينزلش بقى على فرن الشكمان، وينزل على حساس الشكمان ممكن يعمل مشاكل. بالمره طالما انت فاكك ممكن تبرش البوجيهات تنظفها باي قماشه خشنه او برضو كارب كلينر، وترجع بقى تقفل الدنيا. خلينا الاول ننظف البوجيهات ونركبها، وبعد كده نرجع نكمل تقفيل بقى الجزء اللي هو الخاص بالبوابه، عشان فيه حاجات كام حاجه كده عايز اقول لك عليهم. نظفنا البوجيهات، نبتدي نركب اول بوجيه كده.
اربط بايدك الاول لحد ما تلاقي ان البوجيه ابتدى بيلف معاك بسلاسة، ما تحاولش ان انت تتعافى، يعني افضل لف كده ايدك، حاول تظبط ايدك مع الالوز اهو اهو ابتدى هو يربط في المفتاح. ابتدي خش كده ركب برضو بالراحة بصوابعك بطراطيف صوابعك يعني، وربط كده هتلاقي البوجيه، هتحس انت ان البوجيه ابتدى. نبتدي نعيد عليهم بقى، نربط تاني نربط كده لحد ما تلاقيه الربط حكم الربط كده، تروح رابط كده بس خلاص بتحكم الربط بس، ما بتربطش زيادة على اللزوم. الباقيين برضو نفس الكلام يعني، كده بنركب بقى الكابلات واحد واحد. طبعا خليك فاكر الترتيب بتاعهم عشان ما تلخبطش، يعني لو اتلخبطت كده، عشان كده انا حطيتهم بنفس ترتيبهم. ودايما لما تيجي تشد البوجيه شده من المعدن، ما تشدوش من السلك عشان السلك ممكن يتقطع. طيب بالنسبه لتركيب الخراطيم دي، في حاجه لازم تاخد بالك منها، هنا الخرطوم ده تخين، الخرطوم ده رفيع، ده تخين وده رفيع، الرفيع بيخش هنا والتخين بيخش هنا، ده عشان بس ما يبقاش فيه عندك لخبطه. بالنسبة لخرطوم الماية ده ومدخل البوابة ده، هنا الجزء ده مصدي، ممكن انت تجيب حتة صنفرة وتصنفر كده خفيف، او حتة ليف سلك وتمشيها هنا كده كده كده، بحيث ان انت تنعم الجزء ده وتشيل اي صدى او اي شقوق. ده حاجة ممكن تستخدم برضو شوية شحم كده، هتاخدهم حبة كده يدوب يعني زي شايف كده، لحسة لحسة صغيرة بس، وتلف وتحطها على الزور ده كده، تلفها عليه كده كده. ده لسببين، اولا عشان يسهل عليك عملية تركيب الخرطوم انه يتزحلق على الماسورة دي، ثانيا عشان يمنع التسريب. الخرطومين اللي هنا دول برضو ممكن تديهم يعني مسحة، هي مجرد بس مسحة، انت مش بتدهن، كأنك بتدهن زي لما تيجي تدهن كريم على ايدك مثلا جروح او حاجة. الخراطيم دي مهمة جدا، تمام. طيب نبتدي بقى نركب ده هنا اهو كده اهو، تمام ركب اهو. التاني ده بقى بعد ما نركب الخرطوم ده، نسحب بس الخرطوم كده، نحاول نطلعه ونركبه كده بالراحة، تمام كده. بعد كده بنجيب الأفيز نضغط عليه كده ونرفعه، حاول ان انت الافيس تقفله على الماسوره، ما تقفلوش على الطرف بتاعه، عشان الحته دي بتبقى ليها تدويره كده، بتبقى قرص على الخرطوم. طيب بعد كده بنيجي بقى الخرطوم اللي هنا ده، اللي هو ده، خد بالك ركب بالراحه الخرطوم ده، علشان بيتركب في جزء بلاستيك. كده خرطوم اهو ركبناه، نبتدي بعد كده نقفل البوابة دي. الخراطيم اللي هنا طبعا انت لازم تكون عارف الخرطومين اللي هما اللي هنا، اللي هنا واللي هنا. تركيب الجوان هو ليه اتجاه واحد بيركب فيه، يعني بيركب باتجاه الكم. لو فرض ان الجوان ده عندك فيه مشكلة، بتروح لحد بتاع الجوانات بيرسمه وبيقصه لك وبيعمل لك جوان جديد. معرفش بيكلف كام الحقيقة، بس يعني كده لو فرض ان انت عشان مشكلة التسريب اللي بتبقى هنا. بعد كده نجيب الجوان بقى ونركب ده. هغير لك زاوية الكاميرا عشان تشوف شكله بيبقى عامل ازاي. نيجي بنركب المسمارين دول كده، بنشبطهم هنا من هنا كده، علشان الجوان نبقى عارفين اتجاهه، واتجاهه بيبقى واضح جدا يعني. نركب الجوان كده، ده على اساس يبقى دليل ليك يعني، بس طبعا انت برضو لازم تظبط ايدك وانت بتركب، تمام، بس عشان ما يسقطش منك او حاجه كده اهو. تسند الجوان بايدك كده وتبتدي ان انت تسقط الجوان في مكانه، تبيته كده في مكانه صح كده اهو. نربط كده
وبعد كده بنكمل عليهم. في خرطومين بقى هنا، الخرطوم الاولاني، الخرطوم ده بتاع الحساس اللي هنا الماب، ما تنسوش ده مهم جدا، ده لو في فرد فيش تشققات او في اي حاجه او بيسرب هيعمل لك برجله في العربيه. انت تجيب قفيز صغير وتعمله هنا، انا عامل ده كده مؤقتا عشان يبقى مقفول باحكام، يبقى محكم هنا. بعد كده بنرجع نقفل، نركب بقى العمه ونركب بقى، بنركب فيشه اللي هو حساس الهواء اللي هو الانتيك سنسور، نربط على البطاريه، وبعد كده نوصل فيشه البوبينه، بعد كده نرجع الفيوز بتاع طرمبه البنزين لوحده معاه تاني. خلينا ندور كده ونشوف العربيه هتبقى الدنيا ماشيه ازاي. زي ما شايفين يعني انا لما شغلت، ما لقيتش، ما حسيتش ان في برجله او في حاجه. وارد يعني ان انت تلاقي برجله معاك، لو فرض ان لقيت برجله او حاجه افضل دوس بنزين زي ما انا عملت كده كذا مره. وبرده يستحسن ان انت تاخد العربيه تطلع بيها لفه مشوار كده بسيط، على اساس يعني ايه لو في اي حاجه كل حاجه ترجع لوضعها الطبيعي يعني. كده خلاص الفيديو يعتبر انتهى. اتمنى يا رب يكون الفيديو كان مفيد وكان واضح وبسيط، ولو في اي حاجة نقطة او ملحوظة او معلومة لقيت ان هي محتاجة تضاف هضيفها على الفيديو نفسه. وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا.